عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب واحد الحريشات كيطيبوا في الفران وكيجيو زوينين وكيذوبوا في الفم، وقلت نشاركهم معكم. غادي نحتاجوا نص كيلو ديال السميده رقيقه، السميده من النوع الممتاز، وغادي نحتاجوا نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيده وكاس ديال الليمون وكاس ديال الحليب، وكنحتاج شي شويه ديال الملحه، وعندي هنا جوج ديال لي ساشي ديال الخميره الكيماويه، وعندي هنايا واحد القشور ديال ليمونه محكوكه. ندوز للطريقه التحضير. نبداو بسم الله. غادي ناخذ الخميره ديال الحلويات، غادي نضيف عليها القشور ديال الليمونه محكوكه، غادي ندير شي شويه ديال الملحه، وغادي ناخذ الزيت سنيده، من بعد الليمون والحليب. غادي نخلط هادشي حتى تجمع لي العجينه. هنا البنات العجينه عاود جمعتها بيديا، عاونتها، ودابا غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق على ما تشرب دقائق حتى شربت لينا العجينه. غادي ناخذوهم، نبقى ناخذ كبيرات هكا، وغادي نديرهم في السميده مزيان، نديرهم في السميده حيت ما غاديش ندهن الطاوه ديال الفران هكا، وغادي نحطهم. دابا انا حضرتهم في هذه الطاوه، ما كندهنوها ما والو حيت هما كيكونوا عامرين بالسميده. دابا غادي ندخلهم في الفران، راني ديجا شعلته، غادي نخليهم حتى يتشقوا، غادي نقربهم الفوق باش يتشقوا، وعاد غادي نهبطهم يطيبوا من التحت. هما البنات الحريشات ديالنا طابو، كيجيو مشقين وكيجيو زوينين في المنظر حتى في المذاق. كنتمنى غير تجربوهم، راهم ساهلين وكيجيو هائلين، غير جربوهم وغادي يعجبوكم بزاف. هذه الوصفه ديال اليوم البنات، كنتمنى يكون عجبكم اليوم هذا الفيديو وتشجعوني اكثر. واللي مازال ما تابوناش في لاشين ديالي دير ابوني، وتسناو ان شاء الله يعني مازال جديد ومازال بزاف ديال الحوايج بغيت نتقاسمهم معكم، وشكرا لكم بزاف، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.